شاء الله باذن الله النهارده عندكم تمارين تخص الاهداف والرجل، بس الناس اللي هي بتبقى في عندها صعوبه بالنسبه للتمارين، طبعا كنت عامل قبل كده سابقا يعني حاجات تخص الاهداف، بس طبعا في ناس كتير قوي اشتكت مش قادره، مع ان التمارين خفيفه يعني اشتكت من الموضوع اللي هي مش قادره تتمرن نفس التمارين. فالنهارده طبعا ان شاء الله عامل لكم ثلاث زوايا تلعبوهم عادي ومؤثرين قوي، مؤثرين بطريقه كبيره وطريقه صحيحه وطريقه ممتازه ليكم ان شاء الله تعملوهم، ومش هيبقى في اي مشكله بالنسبه للخشوع. اتفضلوا معانا. اول زاويه بالنسبه لتمرين البريتش ده هنلعبه لمده دقيقتين. حاولوا ما تنزلوش الارض يا جماعه. اللي فوق على الاهداف اهي. وحاول تلمس ايدك فوق. اوكي من كابتن عزام داخل تاول جيم فرع الهرم يبدا معايا تاني تمرينه. تمرينه مهمه جدا تبتدي تخش اهو. دي ملهاش اي علاقه بالخشونه يا جماعه، التمارين اللي بنعملها مع بعض ملهاش اي علاقه بالخشونه. غير بوتش سيتش. هنبدا ثلاث ان شاء الله احنا هنعمل ثلاث زوايا النهارده مهمين جدا. نخش على الزاويه والزاويه الاخيره دي تخص الجهات بتاع الاهداف. عامه يا جماعه هنعمل دلوقتي ثلاث تمارين ان شاء الله، كل تمرين دقيقتين. هنلعبهم الافضل انه مع بعض. وهنلعب كل يوم يوم، يعني مش لازم نلعبها كل يوم، لا نلعبها كل يوم. وعلى فكره مالهاش علاقه بالخشونه خالص، نلعبوها على مواد الشخصيه وليها تاثير قوي. نخش نتعاقب على كده في حياتي. ورجعنا لكم تاني مع الفقره الرياضيه. بس قبل ما ارجع للفقره الرياضيه ان شاء الله احب احيي دكتور عبد الله ومدام اسماء على فقره مميزه، فقره جميله جدا بصراحه ومفيده. دلوقتي النهارده ان شاء الله عملنا لكم فيديو. لالا طبعا معودكم كل اسبوع بعمل فيديو مهم قوي. الفيديو اللي فات كان عن الخشونه، كان فيديو طبعا ممتاز وعمل عمل حاجات كويسه طبعا مع الناس. والنهارده ان شاء الله طبعا بدانا مع تمرين مهم جدا، تمارين مهمه جدا تخص الارداف للسيدات. تمرين الارداف للسيدات ده يا جماعه عشان واحنا متفقين، يعني لو احنا مشينا زي ما انا عملت التمرين بالظبط حرفيا هنبقى كويسين جدا. لو عملنا برنامج غذائي هيبقى أفضل. لو عملناش برنامج غذائي هيبقى طبعا الموضوع هيبقى يعني في مشكلة طبعا، بس على الأقل خالص هيبقى في شد، يعني جسمنا هيشد. طيب أنا ليه عامل التمرين ده للسيدات؟ يعني ناس كتير قوي بتسأل، لأن طبعا نسبة الدهون في السيدات بتبقى أعلى بكتير جدا من الرجال. النسبة بتبقى يعني مثلا 30% وإحنا طالعين، والسيدات بتبقى محتاجه التمارين دي. طبعا في ناس كتير كلمتني على الخشونه عامله مشاكل كبيره معاهم، فطبعا انا عملت التمرين الثلاث تمارين دولت، ثلاث تمارين مهمين جدا هيبعدوا عن اي حاجه تخص الخشونه. وان شاء الله باذن الله يعني اعملوا التمارين وهتستفادوا كتير جدا. واهم حاجه زي ما اتفقنا لو عرفتوا تعملوا برنامج غذائي، اللي طبعا بالنسبة للبرنامج الغذائي عامل مشكلة مع ناس كتير يا جماعة. ليه عامل مشكلة كبيرة مع ناس كتير؟ لأن اسمه صعب، يعني تحس كده إن اسم يعني نظام غذائي أو برنامج غذائي بيبقى صعب على الشخص وكده. فطبعًا إحنا لو خدنا الموضوع بسلاسة أو ببساطة الموضوع هيبقى كويس جدًا، وهنعمل شغل حلو في 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 الوزن بتاعنا والدهون بتاعتنا والكلام ده. فلازم اللي إحنا نتبع النظام الغذائي. ومعانا دلوقتي معانا كابتن اشرف كابونجا. ازيك يا كابتن اشرف؟
حبيب قلبي كابتن طارق، عامل ايه؟ الله يكرمك يا رب، اخبارك ايه؟ والله وحشني جدا جدا جدا. مبروك، الف مليون مبروك على البرنامج الجميل الهادف اللي كله صراحه يعني اهداف وتحفيز كمان للشباب، فبحييك جدا 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 والله. الله يخليك يا كوتش. دلوقتي يا كوتش احنا سمعنا ان انت داخل موسوعه جينيس العالميه، صح كده؟ تمام يا كابتن. طب انت بتستعد ازاي للبطوله المهمه جدا اللي تشرف طبعا مصر؟ هتبقى شرف كبير قوي لو احنا خدناها يعني. حبيبي حبيبي ان شاء الله. والله يا كابتن طارق انا انت عارف طبعا انا يمكن ده اكتر شخصيه يمكن متابعاني وحبيب قلبي يعني. طبعا بتمرن في اليوم الصبح زي ما انت عارف كده حوالي 15 كيلو بجريهم، وكمان اجي اخر النهار طبعا تمرينات الجيم واللياقه البدنيه، فدي بتبقى صعبه شويه عليا طبعا مع نظام غذائي زي ما حضرتك كلمت من شويه. الجسم طبعا محتاج نظام غذائي كويس جدا، فدي تدريبات اللياقه البدنيه عشان يبقى شكل كويس مستعد ليها استعداد كامل. طبعا انا داخل هشد السفينه ان شاء الله 11000 طن، وهشد كمان قطره قطر، هكون الديزل بعربتين ثلاثه ان شاء الله ركاب، هشد ان شاء الله طياره جامبو باذن الله. هشد كمان باذن الله تريلا يكون وزنها يعدي 25 طن باسناني ان شاء الله. مين معاك يا كابتن من المنافسين اللي معاك في البطوله؟ والله هو دلوقتي حاليا الحمد لله هم كتير طبعا كسروا الارقام دي، منهم من روسيا ومنهم من الهند، لكن الحمد لله اكتفوا بيها هم من حوالي 10 سنين، وفي من حوالي 8 سنين ما حدش يقدر يكسر الارقام القياسيه دي خالص. فده يعني فضل من ربنا ان انا اخش واكمل في الموضوع ده. فصراحه كان المفروض اساسا انا كان زماني شديد السفينه باسناني وبكتفي وكنت دخلت موسوعه جينيس، لكن للاسف موضوع كورونا ده فيروس كورونا هو طبعا انت عارف على مستوى العالم وقف كل حاجه اقتصاديا ورياضيا وعلميا وكل حاجه، لكن ان شاء الله نعمل في شهر ان شاء الله اكتوبر او شهر 11 باذن الله هنقدر يكون له اللقاح باذن الله، ونقدر باذن الله اشد السفينه. لكن الحمد لله الاجراءات بتاعتي كلها تمام 100%. وطبعا انا بشكر على الهواء جدا، بشكر سياده الفريق اسامه ربيع لان هو اداني الفرصه دي ان انا خليني اتدرب على السفن. الحمد لله انا شديت بفضل ربنا مرتين سفينه وزنها 4000 طن، وطبعا دي وزن كبير جدا. ان شاء الله بستعد دلوقتي ل 11000 طن هتكون. الو فصل كابتن اشرف، كنت عاوز اساله على حاجه ثانيه بس مش مشكله يعني. ان شاء الله بتبقى معانا باذن الله يعني الفقرات اللي جايه. كابتن اشرف انت حد مهم عندنا يعني. بصوا يا جماعه ان شاء الله احنا نتفق اتفاق نعمل فقره تحدي مع بعض. لو عملنا اللي انا هقوله لكم صدقوني هتبقوا حاجه كويسه جدا وهنعمل شغل حلو مع بعض. زي ما اتفقنا النظام الغذائي هو موضوع بسيط جدا، نقنن اكلنا، الفطار، الغداء، العشاء يبقى قبل ما ننام بساعتين ثلاثة، نمنع السكريات، نمنع ده في المبدأ الأساسي، نمنع السكريات، نمنع الرز الأبيض، نمنع المكرونة. المكرونة طبعا احنا عارفين كلنا مية ملح سكر. الرز الأبيض برضو ناكل ممكن رز بني مكان الرز الأبيض، والسكريات ممكن برضو البديل بتاعه العسل الأبيض. دي أساسيات. طبعا هنعمل تمرينه مهمه جدا، حاجه اسمها شفط البطن. شفط البطن دي مهمه قوي، تضيق حجم البطن وبتنشف العضله بتاعه البطن، ما تخليهاش طريه كده. معرفش يعني في الاعداد بقى ينزلوا الصوره. التمرينه دي برده مهمه جدا، هنلعبها ثلاث مرات في اليوم، ثلاث مرات في اليوم، كل مره خمس مرات، كل ثلاث مرات. المرة الأولية مثلا يعني حسب الفترات، يعني مثلا مرة الظهر، مرة العصر، مرة آخر النهار مثلا. كل مرة هنلعبها 15 ثانية، كل مرة هنلعبها 15 ثانية، المرة ثلاث مرات. يعني مثلا احنا دلوقتي الظهر هنلعب ثلاث مرات، الثلاث مرات كل مرة 15 ثانية في اليوم. التمرين ده يا جماعة مهم جدا وهيساعدنا في تضييق حجم الكرش بالذات. احنا طبعا عندنا مشكلة في الكرش طبعا، وزي ما اتفقنا الكرش ده بيجيب امراض كتير قوي زي امراض القلب وامراض الجلطات، حاجات كتير قوي لا تعد ولا تحصى. بالنسبه ان شاء الله برضو هنتكلم برضو في الدايت. انا طبعا في برنامج غذائي انا حطيته برضو، انتوا حطيتوه يا جماعه برنامج غذائي اللي انا عملته؟
طيب في برنامج غذائي هحطه دلوقتي محدد على فكره، فطار غدا عشاء. تمام، فطار غدا عشاء، وهنحدده بنفس الفترات دي، فطار غدا عشاء. الدايت ده يا جماعه انا مساعدكم فيه كتير، يعني من وزن 70 كيلو واحنا طالعين هنبتدي في الدايت ده. انا طبعا عامله مع ناس دكاتره برضو واخصائيين عشان برضو يبقى احنا ايه الكلام بتاعنا مظبوط 100%. طبعا مع النظام ده طبعا هناكل وهنشرب شاي اخضر. الشاي الاخضر هيبقى 3 مرات في اليوم. لازم نعرف برضو يا جماعه الشاي الاخضر مهم جدا. اللي يجي يقول لك الشاي الاخضر مش مهم، لا الشاي مهم. هو مش يعني هو بيحرق دهون مش بينزل دهون. لازم نعرف حاجه زي كده. الدهون دي يا جماعه مش حاجه بتنزلها، بتحرق، نظام حرق. وعامه الشاي الاخضر بيحرق من 50 ل 70 سعره حراريه، من 50 ل 70. فهو مهم جدا. بالنسبه برضو للقهوه، برضو القهوه عامل مهم جدا. بمعنى 3 مرات في اليوم القهوه بتعمل عمليه حاجه اسمها كبح للنفس او سد نفس، بتسد النفس، ودي طبعا حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، وبرده بتساعد في عمليه الحرق. من غير سكر اللي انا بتكلم فيه ده كله، سواء القهوه سواء الشاي الاخضر، من غير سكر عشان احنا يبقى متفقين. متفقين. بالنسبه بقى للميه، برده الميه دي مهمه جدا. الميه مش اقل من 4 لتر، من 3 ل 4 لتر في اليوم. طبعا الميه برده لا تعد ولا تحصى. لو قعدنا نحكي من هنا لبكره او السنه الجايه، الميه في كل، زي ما اتفقنا، في كل مشكله تقابلنا لازم يبقى فيها ميه. احتباس الميه، الخشونه اللي احنا اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت. بالنسبه برضو للدهون، الميه على فكره بتحرق من برضو بالمناسبه من 10 ل 30%، بتعمل عمليه حرق، بتساعد على عمليه الحرق. فالميه برضو مهمه جدا بالنسبه للموضوع ده. هنجري برضو نص ساعة يوميا، لمدة نص ساعة بطريقة متوسطة بس ما نوقفش. النص ساعة دي هتفرق معانا جدا في النظام اللي أنا عامله. لو اللي مش محدش هيقدر يجري يعني. لو حد معانا على التليفون؟ لو اتفضل. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بحضرتك. إزي حضرتك؟ الحمد لله كويسة. صراحة الحلقات دي تحتك كويسة جدا. الله يخليك. وأنا طبعا ليا فخر إن أنا بسمع حلقاتك وسامعاك جدا. الله يخليك. وربنا يوفقك يا رب وبالتوفيق. ربنا يكرمك يا رب. ألف شكر. شاكرين. ربنا يكرمك. ربنا يخليك. بالنسبة لل برضو عشان نكمل الموضوع ده، النوم لازم ننام برضو مش أقل من 8 ساعات. مش أقل من 8 ساعات. ليه 8 ساعات و 8 ساعات متواصله؟ ما ينفعش اللي احنا نقعد نتقلب في النوم، يعني نصحى وننام نصحى وننام، ده هتبقى عامله عمليه هتعمل عمليه مشكله كبيره يعني. فلازم اللي احنا يا جماعه ننام 8 ساعات متواصلين عشان الجسم برضو يبتدي يحرق. على فكره الجسم لما بننام كويس بيحرق برضو، بيساعد على موضوع الحرق. الحاجات دي كلها يا جماعه لو احنا عملناها صدقوني هتفرق معانا بشكل كبير جدا. محدش يخاف من النظام الغذائي. في ناس طبعا في مشكله برضو انا يعني جات لي كتير على البيدج، بيتابعوا مع دكاتره، ناس طبعا اللي بتعمل تخسيس وكده متابعين مع دكاتره. فطبعا لما بيعملوا تمام فاصل. طب ماشي اوكي، انا هقول اخر حاجه بس بالنسبه لل دي حاجه برضو عامله مشكله. لما بعمل نظام غذائي يا جماعه ما برتاحش للنظام الغذائي، بقول خلاص انا الموضوع كده انتهى بالنسبه لي وايأس. لا، لازم نستنى. احنا جسمنا بقى له 20 سنه في دهون، لازم اللي احنا نقعد فتره يعني، لازم نقعد فتره يعني 20 سنه دي ولا 30 سنه ولا جسمنا طول عمره في دهون، لازم نستحمل شويه، ندي لنفسنا فتره معايا عشان نعرف نخس. ما ينفعش احنا نيأس. الموضوع ده طب ما احنا اسفين يا جماعه، طبعا الوقت انتهى ان شاء الله. باذن الله الحلقه الجايه ان شاء الله يوم السبت 8 مساء. وتابعونا ان شاء الله باذن الله مع فيديوهات جديده ومع مدام اسماء طنطاوي. دمتم في امان الله.